Hello everyone. Hello my dear student in primary 6. How are you today? Welcome back in our English day in our program مدرسة على الهواء. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. Last episode we continued unit 1 with Mrs. Fatma. Unit 1 كان بعنوان places we go. Places we go يعني الأماكن التي نذهب إليها. كنت أخذت معاكم المرة الأولانية خالص الكونفرزيشن تايم ودايما ده هيبقى بداية اليونت وده مهم جدا. الكونفرزيشن تايم كانت بتتكلم عن إيه؟ بما إن اليونت كله اسمه places we go يعني الأماكن التي نذهب إليها، كنا بنتكلم عن مكان مهم جدا the Egyptian Museum. The Egyptian Museum يعني المتحف المصري. كنا بنتكلم عن المتحف وأخذنا كونفرزيشن مهمة جدا وكان فيها بعض الإكسبريشنز اللي هي المصطلحات المهمة أو الأسئلة المهمة المفروض إن أنت تحفظها على بعضها كده. فمثلا كان اول حاجه لما كنا بنتكلم عن الجريتينجز يعني التحيه لما باجي احيي حد فهي الريسبشنست يعني موظفه الاستقبال اللي بترد على التليفون كانت بترد على التليفون وتقول هالو اور جود مورنينج كل اسمها جريتينجز يعني بتحيي حد او تقول له هاي فبتقول له هالو ذا ايجيبشن ميوزيوم هاو كان اي هيلب يو هاو كان اي هيلب يو يعني انا اقدر اساعدك ازاي اقدر اساعدك ازاي فهو رد عليها قال لها وات ار يور اورز هو بالظبط سألها كده What are your hours؟ ده كان سؤال ايه مختلف شوية What are your hours؟ هنا معناها الميننج بتاعها ان هو ايه مش انتوا بتفتحوا لا ميعاد الفتح انت بتفتحوا امتى في الـ The Egyptian Museum المتحف المصري بتقفلوا امتى المواعيد بتاعتكم ايه اسمها What are your hours؟ hours هنا بمعنى الساعات لكن هو قصده بيها الميعاد فهي قالت له We are open يعني احنا بنفتح from 9 يعني من الساعة 9 صباحا AM to 7 PM كان في سؤال مهم جدا سألها عليه قال لها How much does it cost to get in? How much هنا how much بتسأل عن price عن السعر لأن احنا كنا واخدين how much حاجة تانية ولسه تاخدها السنة دي تاني برضو How much بنسأل بيه عن الكوانتيتي الكمية لكن هنا How much does it cost بتتكلف كام to get in وقلنا ان get in يعني يدخل وخدنا برضو الـ opposite بتاعتها المرة فاتت get in يعني يدخل وعكسها get out يعني يخرج قالت له وركز في الحتة دي كويسة جدا لان هي بتيجي في الاختياري او بتيجي في التصحيح وفي الري ارينج قالت له it's 2 pounds for Egyptians يعني جنيهان للمصريين and 20 pounds for foreigners يعني 20 جنيه للاجانب وchildren under 5 are free يعني الأطفال دون سن الخامسة يعني تحت سن الخامسة الأطفال الصغيرين are free يعني مجانا بيدخلوا free يبقى الكوتشن ده كان مهم جدا How much does it cost to get in كم يتكلف الدخول سعر التذكرة كان في حاجة كان مهمة جدا قال لها إيه Are you open on Fridays Are you open on Fridays هل أنتوا بتفتحوا أيام الجمعات قلنا إيه Yes we are open daily يعني every day يعني equal every day يوميا Yes, we are open daily يعني يومين or every day. كان في حاجة كمان لما كان بيسألها عن التاكت أو التذكرة قال لها Does it conclusion or conclude or include the mummy rooms? Does it include the mummy rooms? هل هي بيتضمن المامي rooms حجرة المومياوات؟ No, it doesn't. طالما question بيسأل بdoes أكيد الإجابة هتبقى بدايته does أكيد هتبقى yes or no. Yes or no هم أصلا اسمهم إيه المجموعة دي اسمها Yes or no questions اللي هي إيه It do with did with does will can will well will is will are will was will where حاجات كتيرة جدا مجموعة كده اسمها Yes or no question أول ما ببدأ الquestion بحاجة من اللي أنا قلتهم دول لازم أجاوب Yes or no طبعا Does it include the mummy rooms هل هي بتتضمن سعر التذكرة المامي rooms No it doesn't قال لها في الآخر Thanks وقالت له You're welcome your welcome ده الرد بتاع حد تذكر حد فتقول له thank you او thanks for your help او اي حاجه يقول ردد عليك يقول لك you're welcome have a nice time ده وش تتمنى له كده have a nice time تتمنى له يوم سعيد خلصنا الكونفرزيشن تايم وقلنا ان في شويه فوكاب كده ليها علاقه طبعا زي ما قلنا the Egyptian Museum يعني المتحف المصري كلمه receptionist يعني موظفه الاستقبال المامي رومز يعني حجره المومياوات وقلنا include يعني يتضمن وكنا واخدين الباست بتاعها include included وهكذا دلوقتي نبدا مع بعض الجزء بتاع البريبوزيشن وفي حاجه كده عن البوسيسيف بروناونز اللي هي ضمائر الملكيه نشوف البريبوزيشن مع بعض اللي احنا اخدناها برده في الكونفرزيشن تايم in بيقول لي I go to طنطا in June خلي بالك كده انا عايز اقول لك ان in بتيجي قبل الشهور بتيجي قبل حاجات كتيرة جدا فعشان ما تتلخبطش ركز معي in بتيجي قبل الشهور before months of the year
قبل شهور السنة، وبتيجي قبل السنوات الرقمية، يعني زي الجملة اللي بعدها على طول I went to Italy in 2010 أو 2010. ركز معايا كده. يبقى أنا إن قلت لك إن هي بتيجي مع حاجتين، وفي حاجتين كمان أنا هقولهم لك دلوقتي. أول حاجة بتيجي مع إيه؟ بتيجي مع months of the year يعني شهور السنة. تاني حاجة بتيجي مع السنة الرقمية اللي هي مكتوبة قدامك هي في الجملة، السنة بتبقى مكتوبة بالأرقام. تالت حاجة بتيجي مع توقيتات اليوم. يعني ايه توقيتات اليوم؟ يعني اقول مثلا I go to school in the morning. In the morning في الصباح. In the morning, in the afternoon, in the evening and so on. بتيجي كمان مع seasons، فصول السنة. اقول مثلا My holidays in summer. Summer يعني في الصيف، يبقى بتيجي مع الايه اللي هي اسمها صيف، شتاء، خريف، ربيع، اللي هو summer, winter, spring, autumn or fall. دي اسمها فصول السنة. وبتيجي كمان لما أكون بتكلم عن الأماكن، المكان، لما بسأل عن مكان حاجة أقول المكان ده فين. Where is my mobile? Where is my mobile؟ أنا بسأل عن المكان بتاعه أقول It's in my bag. It's in my bag. يبقى ركز معي كده. يبقى إن دي بتيجي معانا في خمس حاجات، خمس حالات. أول حاجة قلتها اللي هي Before months of the year، قبل شهور السنة. والجملة الأولانية بتقول لك كده بالظبط I go to طنطا in June، يعني أنا رحت طنطا أو بروح طنطا in June في شهر يونيو. الجملة اللي بعديها بتقول قبل السنوات الرقمية، يعني السنة الرقمية سنة 2015-2019-2010 وهكذا. I went to Italy، أنا رحت قبل كده Italy، إيطاليا يعني، in 2010. بتيجي كمان مع توقيتات اليوم، وقلت لك زي ايه، زي in the morning, in the afternoon, in the evening. وبتيجي كمان مع الفصول السنة الأربعة اللي هي in the summer, in winter, in spring, in autumn or fall. ماشي. ولما بتكلم عن الأماكن بتيجي بمعنى في أو داخل. اوكي. عندي on عشان ما تتلخبطش معاها. I visit my sister on Friday. I visit my sister on Friday. خدت بالك إن بتيجي قبل الشهور، لكن on بتيجي before the days of the week، بتيجي قبل أيام الأسبوع. On Friday. كنا واخدين حاجة كمان بتيجي مع on. يا ريت نقولها. On بتيجي كمان مع كلمة on holiday، وبتيجي كمان مع كلمة food. فأقولك مثلا I go to school every day on foot. On foot يعني سيرا على الأقدام. ولما باجي اسال عن مكان حاجه اقول where is my pen, where is my watch، ساعتي فين. It's on the table. It's on the table يعني هي على الترابيزه. يبقى بتيجي مع ثلاث حاجات، قبل ايام الاسبوع before days of the week، وكمان بتيجي on foot يعني سيرا على الاقدام. لما بتكلم مثلا I go to school by bus، لكن لو انا عايز اقول ان انا بروح مشي سيرا على الاقدام اقول I go to school on foot. يبقى هي بتيجي before days of the week، قبل ايام الاسبوع، زي ما قلت لك مثلا I visit my father on Friday. انا قلت ايه؟ on Friday before days of the week، قبل ايام الاسبوع. in بتيجي قبل الشهور. on كمان بتيجي بمعنى على. لما بسأل عن الأماكن زي ما قلت Where is my watch؟ الساعة بتاعتي فين؟ It's on the table. It's on the chair. وهكذا. يبقى on بمعنى على، لكن in بمعنى داخل أو في. عشان كده لما كنت بتكلم في الجملة الأولانية وقلت لك in، لو بسأل عن مكان حاجة in بمعنى داخل. أنا قلت مثلا Where is my mobile؟ فين الموبايل بتاعي؟ It's in your bag. in يعني بالداخل، جوه الايه؟ الشنطة بتاعتي. on كمان بتيجي مع ايه؟ بتيجي بقى on the beach, on holiday، بتيجي مع بعض ايه الحاجات الاكسبريشن اللي بتاخد on. لكن in قلت بتيجي مع خمس حاجات احفظهم. اول حاجة before months، قول my birthday، عيد ميلادي is in June، في شهر يونيو. in June قبل شهور ايه؟ السنة. بتيجي كمان مع توقيتات اليوم. I get up every day in the morning. يعني أنا كل يوم بستيقظ in the morning. يبقى أقول in the morning, in the afternoon, in the evening. Number three بتيجي مع إيه كمان؟ بتيجي مع فصول السنة. أقول إيه هي فصول السنة دي؟ يعني مثلا أقول on in وon. In وأقول إيه؟ summer. My holiday الأجازة بتاعتنا إمتى؟ in summer, in winter, in spring, in autumn. بتيجي كمان مع السنوات الرقمية. أقول مثلا I was born in، أنا اتولدت مثلا 2010، سنة 2010. دي مع السنوات الرقمية، مع الشهور، مع توقيتات اليوم، مع إيه فصول السنة. وقلنا on بمعنى على، وإن بمعنى بالداخل. دي الإيه الإكسبريشنز دي أو البريبوزيشنز دي، حروف الجر مهمة جدا، ممكن تتلخبط فيه، لكن أنت حافظها، إحنا خدناها وكل سنة بنزود عليها حاجة. عندنا كمان في حاجة اسمها except for. except for يعني إيه؟ يعني ما عدا. All the students come by bus except or except for. يعني ينفع أقول except بس أو أقول except for سامي. يعني كل الطلبة
حضروا إلا سامي، except يعني ما عدا سامي. He likes all sports، يعني هو بيحب كل الرياضات except for or except بس boxing، لكن هو مش بيحب لعبة البوكسينج. هو بيحب كل الألعاب الرياضية sports. He likes all sports، هو بيحب كل الألعاب except or except for the same meaning. على فكرة نفس المعنى، مش هيغير حاجة، بس هو بيقول لك والله إذا جاب لك except، كلمة except أنت تختار معاه preposition for، except for boxing. Okay, free. كنا واخدين جملة قلنا it's free for children under five، بتيجي معاها free، بتيجي معاها for، وممكن نقولها children under five are free. free يعني مجانا، بيدخلوا without tickets. cost يعني يتكلف. it costs، طبعا انا زودت لها اس عشان جاي مع it، وانا عارفة ان الهي والشي والit لازم ازود اس مع الverb. it costs 7 pounds for adults، اللي هم البالغين يعني. اوكي. open، لو قلنا كلمة open، open the verb اصلا، وكمان بتيجي حاجة تانية غير الverb، فبيقول لي هنا the Egyptian museum or the museum opens from 9 to 5، بيفتح من الساعة 9 للساعة 5. opens يعني بيكون ايه، بيفتح او كده، وده verb هنا مهم جدا، عشان open اللي تحتها على طول as an adjective يعني صفة، مفتوح بمعنى مفتوح. The Egyptian museum or the museum is open from 9 to 5، يعني هو بيبقى مفتوح من الساعة 9 للساعة 5. هنا طبعا as an adjective، adjective يعني صفة. البوسيسيف بروناونز، بص بقى ركز معايا عشان انا عايزه اشرح لك البوسيسيف بروناونز الاول. طبعا يعني ايه اصلا بوسيسيف بروناونز؟ بوسيسيف بروناونز يعني ضمائر الملكيه، اخذناها قبل كده. طبعا زي ما انت عارف كل لما بتطلع مرحله كان الحاجه بتكبر معاك شويه، ممكن تاخد حاجه زياده. البوسيسيف بروناونز يعني ضمائر الملكيه. يعني ايه ضمائر الملكيه؟ عايزه اقول الكتاب ده بتاعي، بتاعي دي بقى هي اللي اسمها ضمير الملكيه، ملكي، حاجتي، اقول it's my pen، my pen يعني قلمي. بيجي ازاي وتكوينته ازاي؟ لان في ضمائر تانية، فعشان ما تتلخبطش معايا، طالما ضمائر ملكية يبقى لازم يجي بعديها noun، حاجة انا بملكها. يعني اقول this pen is mine، لا دي ما تنفعش خالص مع my، لازم اقول this is my pen. ينفع الجملة تقف عند كلمة my او this is my بس؟ no، ما ينفعش طبعا. يبقى انا كل اللي انا بقوله ان كلمة my او الضمائر اللي انا هاخدها معاك النهاردة اللي هي اسمها ضمائر الملكية الpossessive pronouns، لازم يكون بعدها الحاجة اللي انا بملكها. يعني انا دلوقتي بقول ان البلوزة دي بتاعتي، فاقول this is my blouse، my blouse. اقول مثلا my blouse is pink or red and so on. اقول my laptop is black. اوكي. my school is new، مدرستي جديدة. my family is happy، أسرتي سعيدة. يبقى أنا لازم أقول my ويجي بعدها الحاجة اللي بملكها. my father، والدي. my mother، my brother، my sister and so on. يبقى لازم الضمائر اللي أنا هاخدها النهاردة، عشان في ضمائر تانية تيجي في آخر الجملة عادي وما يجيش وراها حاجة لازم، لكن الضمائر بتاعت النهاردة اللي هي اسمها possessive pronouns لازم يجي وراها الحاجة اللي أنا بملكها. أقول my mobile، my laptop، my pen، my ruler، my father، my sister and so on. اول حاجه اعرفها ان I يعني انا يجي معاها الضمير بتاعها my، زي ما كنت لسه بقول لك حاجه. my name is نهى، my name is نهى. my school is new، مدرستي جديده. اوكي. my brother is محمد، اخويا اسمه محمد، وهكذا. طب number 2، انا اتكلمت عن I، خدت my. لو بكلم حد بقول له انت او انتي، هقول ايه؟ your. فأقول لها مثلا your sister is ندى، your sister is ندى، أو is your sister ندى، أختك ندى. your، أي حاجة بعد your هتبقى ليها علاقة بيك أنت، حاجتك. your name يعني اسمك. your class، الفصل بتاعك. your subject، المادة الدراسية بتاعتك. your teacher، المدرس بتاعك. your father، باباك. يبقى أنا my father، بابايا أنا. your father يعني باباك. طبعا احنا عارفين ان you يعني أنت لو بكلم واحد، ويو يعني أنتي لو بكلم واحدة، woman or girl. ولو بكلم مجموعة قدامي هي بتيجي مع الجمع برضو تبقى you برضو. لكن أنا لو بتكلم بقى في ضمائر الملكية فبقول your. فأنا هقول لك مثلا أنا بكلم الكلاس كله، أو مثلا where is your homework، أنا بكلم الكلاس كله. لو بكلم واحد معين، بكلم أحمد، أقول لك مثلا where is your mother.
Where is your sister? أنا بكلم حد قدامي أنت أو أنتي أو أنتم. يبقى I هتاخد my لأن لازم أبقى عارفة الضمير الأولاني لأن على أساسه بختار ضمير الملكية. ويو بتاخد your وهي بتاخد his. فأنا هقولك مثلا أنا بسأل حد فيقول لي his name. his name يعني اسمه. his name is أشرف. اسمه أشرف. his name. his father is a doctor. بابا دكتور. his mother is a teacher. كل حاجة his يبقى بتاعت هو. his t-shirt is nice. التيشيرت بتاعه nice. يبقى أنا بتكلم عن حاجة ليها علاقة بيه هو الشخص ده اللي هو man or boy. يبقى أقول his. طب what about girls or women؟ أقول إيه؟ أقول her. أقول إيه بقى؟ her dress is nice. فستانها جميل. her mother is happy. مامتها سعيدة. her school is old. مدرستها قديمة. يبقى اي حاجه ليها her skirt is short. السكيرت اللي جيبها بتاعتها short قصيره. يبقى انا بتكلم عن اي حاجه ليها علاقه بيها هي يبقى her. يبقى انا حاجتي تبقى my pen لو هو his pen لو هي her pen. طب لو انا بكلمك انت او انت او انتم اقول your pen. طب لو حاجه لينا كلنا بقى بتاعتنا هنقول our school is very big. مدرستنا كبيره جدا. Okay, our school, our family is happy. أسرتنا سعيدة جدا. Okay, يبقى أنا بتكلم عن حاجة لينا كلنا تبقى our. طب what about they? They يعني هما كأننا بنتكلم على مجموعة تانية مش قاعدة معانا تبقى their. يبقى our school is new. مدرستنا جديدة. But their school لكن مدرستهم is old. يبقى إحنا مدرستنا جديدة. Our school بتاعتنا احنا بنتكلم ضمير ايه متكلم هو نحن يعني الجامع بتاعنا احنا يبقى our school is new مدرستنا جديدة. But their school لكن مدرستهم is old مدرستهم قديمة. هي دي كلها ضمائر الملكية. نشوفها مع بعض. I تاخد my. This is my school. لازم يجي معاها كلمة. لازم يجي بعدها noun. لازم يجي بعدها الحاجة اللي أنا بملكها. أنا هملك فعل. ينفع يجي بعدها verb. No. لازم يجي بعدها noun طبعا. لازم يكون بملك حاجة. أنا أكيد بملك اسم يعني. T-shirt, blouse, skirt, shoes, pen, laptop, mobile. أي حاجة noun ينفع أن أنا هملكها. لكن طبعا verb no. This is my school. هي تبقى his طبعا زي اللي احنا سألنا حالا. This is his school. هنعمل نفس الـ example على ايه؟ على كل الضمائر. She بتاخد her. تبقى this is her school. It تبقى it's لو بتكلم عن غير عاقل. لو بتكلم عن الكات مثلا وقال ما اقول it's tail يعني الديل بتاعها is long is very long. ديلها طويل. This is its key. نكمل. We هتبقى our. This is our school. You هتبقى your. This is your school. They هتبقى their. This is their school. Okay. كنا قايلين في الأول خالص إن اليونت بتاعنا اسمه places we go. يعني إيه places؟ يعني الأماكن. So إن إحنا لازم في اليونت ده ناخد بعض الأماكن كده. وخلي بالك ممكن يجيب لك picture كده في الامتحان ده بيبقى سؤال عندك في الرايتنج يقول لك write four sentences about this picture. وغالبا ممكن يكون مكان من الأماكن اللي إحنا أخدنا. ممكن يجيب لنا the Egyptian Museum المتحف المصري. إحنا عندنا قطعة كاملة وconversation time يعني conversation كله كل المحادثة اللي عندنا بتتكلم عن المتحف المصري. إنت بس بيبقى مطلوب منك ان انت تكتب just four sentences. بس انا دايما بقول لك لازم تكتب more than four. لازم تكتب اكتر من اربعة عشان تضمن. والله لو في جملة منهم فيها حاجة غلط في السبيلنج مثلا mistakes اخطاء لغوية في الكتابة في الجرامر في مثلا ان انت في السبيلنج في الاخطاء الكتابية حاجة تعوض حاجة. تبقى كاتب لي more than four يا ريت five six seven and so on علشان تضمن انت تاخد الدرجة دي ان شاء الله. وطبعا ايه in sample words يعني كلمات سهلة جدا وتاخد. هناخد places الجديدة اللي هناخدها معنا النهاردة number one بيقول لي school. طبعا احنا كنا اخدينها من قبل كده primary six يعني انت اكيد عارف يعني school. هو جايب لك ال picture مش محتاج اقول لك طبعا دي ايه. number two library. library يعني المكتبة. library يعني المكتبة. وعايز اقول لك حاجة في difference between library and bookshop. يعني ايه library ويعني ايه bookshop. على فكرة library يعني مكتبة وbookshop يعني مكتبة. بس المكتبة الاولانية دي هي اللي بتبقى موجودة at school في المدرسة اللي احنا نقدر ايه we can read in library we can borrow books نقدر نستعير الكتب. لكن ال bookshop
بوك شوب يعني محل كتب، قصده بيها كده المكتبه اللي احنا بنروح نشتري بيها الادوات المدرسيه، هي اسمها مكتبه لكن المكتبه اللي بنشتري منها الحاجات الدراسيه، لكن التانية دي المكتبه اللي بتبقى موجوده at school. قلت لك we can read in it، نقدر نقرا طبعا in the library، we can borrow books، نقدر نستعير كتب، لكن التانية we can buy books، نقدر نشتري منها الكتب. اوكي، يبقى في difference between library and bookshop. number 2 barber's shop. باربر شوب، تبقى واخد بالك من البيكتشر، لوك ات ذا بيكتشر، طبعا ده باين عليه ان هو الحلاق، بس انا عايزه اقول برضو في ديفرنس بتوين الباربرز شوب، باربرز شوب يعني حلاق، وفي حاجه اسمها الهير دريسرز. هير دريسرز هو بقى لا فور وومن اور فور جيرلز، الكوافير، لكن عندنا الباربرز شوب فور مان اور فور بويز، ده الحلاق بمعنى الحلاق ده للرجال او للاولاد، لكن الهير دريسرز للسيدات. في حاجه كمان، نطق كلمه هير والكلمه اللي احنا استخدمناها النهارده هير وكلمه هير كلهم شبه بعض جدا، فانا عايزاك ما تتلخبطش. انا بتكلم مثلا I am here اسمها هير، لو بتكلم عن الشعر اسمها هير، افتح بقك كده عشان احنا فيها حرف الاي هير، لكن لو بتكلم على ضمير الملكيه فانا قلت هير فازر، هير ماذر، هير بوك، هير هير ستودنت، هير باج، اند سو اون. يبقى في حاجات كتيره جدا كده ناخد بالنا منها في النطق. يبقى الباربرز شوب، وعندنا كمان كلمة بانك، وكلمة آخر حاجة معانا في الوير تايم هوتل، هوتل يعني فندق. يبقى احنا خدنا شوية كلمات كده كلها ليها علاقة بالبلايسز، عشان اليونت بتاعنا كان اسمه places we go، الأماكن التي نذهب إليها. احنا هنطلع فاصل وهنرجع إن شاء الله مع first prep، خليكم معانا.